تظهر بالنسبة للعيد آخر مرة في عام 89 أو تحديدا في 12 يناير عام 90 هنا 2-0 للأهلي. عبد الله خميس وعبد الرزاق إبراهيم والكرة في الجول قبل أن تكتمل الساعة. قد يكون خبر الساعة والكرة الماضية أبدا 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 ما كانت إشاعة عينوية وعن طريق بالدي بيو. يا بالدي هذا بالدي هذا ماجو يا جماعة. الكرة لفة لفة بطريقة غير طبيعية تدخل مرمى النادي الأهلي. يا عيني يا بالدي بالدي بيبي يسجل هدف في أول ربع ساعة لشوط المباراة الثاني. 7 أهداف بالدي